في نقطة مهمة بقى. طيب احنا دلوقتي في فصل الصيف، في حر شديد، في ناس بتخرج من الحر قوي للهواء، في ناس بتخرج من او تيجي من بره وتخش في المكيفات، فبيحصل بعض الزكام والرشح وفي بعض الالتهابات التنفسية. ازاي احنا نقلل من مخاطر او من مشاكل هذه الفيروسات كلها بصفة عامة بما فيها المتحور الجديد؟ الهدف الاول انه نقلل الانتشار. فانا برجو ان اللي يجي له برد او زكام او رشح او اي اعراض يعني تنفسية نتيجة لهذه الفيروسات ان يعتكف في المنزل او في بيته يومين ثلاثة، ويستعمل مناديل ورقية حتى لا ينشر العدوى بين اهله، لان كل واحد فيهم هيتعدي هيعدي ناس تانيين. ما ينزلش بقى يروح الشغل ويعدي زمايله، ما ينزلش يركب المواصلات ويعدي الركاب الا في الضرورة القصوى. انما حتى الان الحاجة الوحيدة اللي احنا محتاجينها لو جت الاعراض دي ناخد حاجة بسيطة جدا مسكنة، الباراسيتامول، وفي منه عندنا في مصر انواع كثيرة عند الحاجة. اي اعراض اخرى تنفسية اخرى او في الشعب الهوائية في الحالة دي استشارة طبيب امراض صدرية او امراض تنفسية حتى يصف للمريض العلاج المطلوب. ليس هناك حتى هذه اللحظة الا ان احنا كلنا يبقى عندنا وعي بهذا، ويبقى في اعراء، يبقى في يعني جزء وقائي مهم جدا، كل واحد فينا ليه دور فيها.